مستشفى إمزور نقيلة حوله تماماً. الكثير. الآن الوضع ديال هذا المستشفى واش من ناحية ديال الموارد البشرية، من ناحية ديال المعدات، من ناحية ديال يعني البنية التحتية، واش فعلا يقوم بدوره كما يجب؟ الو المستشفى بالنسبة للمستشفى إمزورن كما كتعرفوا هو خارج المنارة. هذا المستشفى اللي الحمد لله دابا حنا في تقريبا 90% في الانجاز ديالو، طور الانجاز ديالو، والمعدات عندنا موجودين. بقى غير واحد ما واحد الفتره وجيزه ان شاء الله باش اننا نكملوا عنا اجتماع دابا مجتمعات مكثفه كنديروا باش اننا نخرجوا ان شاء الله باش يتم الشروع في العمل ديالو. بالنسبه للموارد البشريه ديالو كما قلت لك الموارد البشريه ديالو بدات كتعطانا من السنه اللي فاتت. ديجا عندنا دابا البيرسونيل تقريبا واحد ان افكتيف منه اللي ديجا هو كاين دابا في الحسيمه كيخدم في المراكز الصحيه على بيد من يتفتح المستشفى، ومنهم حتى الاطباء الاخصائيين، لان كما عرفتوا الحسيمه استفدت من حتى الاطباء الاخصائيين اللي جاوا دابا وراهم خدامين في المستشفى الاقليمي، وكاينين بعض منهم اللي غادي يكونوا في إمزورن ولكن باش يبداوا الخدمه ويولفوا المنطقه ويولفوا حتى لي زيكيبون باش غادي يخدموا راهم كاينين موجودين دابا حاليا. اذا ان شاء الله هذا المشروع دار قريبا على القريب العاجل ان شاء الله غادي تفتح ان شاء الله. طيب استاذ عواج، ايضا واحد المنطقه كما عندها خصوصيه منطقه يعني اقليم شاسع وكاين العالم القروي والاشكاليات كتطرح فيه ربما كتطرح نفسها بحده، فيما يخص التجربه ديال المدارس الجامعاتيه في علاقتها بالهدر المدرسي، واش هذه التجربه يعني تعطي اكلها وثمارها في هذه المنطقه؟ هنا عندنا اربعه ديال المدارس الجامعاتيه اللي هي خدامه دابا على 14 اللي كاينه في الجهه، كتعطي واحد الجواب اساسي، ويمكن نشوفوا مثلا مدرسه جامعاتيه الروادي ولا واحدين اخرين فين كاين واحد العمل جماعي بين الاداره ديال المؤسسه وبين حتى ذاك التخوف اللي كان عند الاسر على الابناء الصغار باش يوضعوهم في واحد الفضاء ديال الداخلي اصبح متجاوز هنايا. بالعكس يعني كاين الاسره ربما هنا الناس طبعا اسر محافظه ما تقدرش ترسل الابن ديالها ولا الابنه ديالها لغير حيت ما كاينش المرحاض مثلا في ديك المدرسه ولا ما كاينش مثلا، ولكن تمكنت اننا المؤسسات كامله فيها نزلاء في الاقسام الداخليه، فيها بعض المرات التعليم الاولي، هناك وسائل النقل، لان حتى المساله ديال النقل لان صعوبه المسالك النقل مثلا في الحسيمه كاين 146 حافله اللي وضعوها الشركاء مختلف المتدخلين على راسهم المبادره الوطنيه، راهن اشارات هاد التلميذات والتلاميذ كافيه ما كافياش بالنسبه لكم؟ كنظن بانك كتجاوب بواحد الشكل كثير على الاشكاليه ديال النقل، لان الاشكاليه ديال النقل كاين وسيله النقل وكاين المسالك، وكنظن بانه هاد التصور ديال المناره اش كنا قبلت باش يمكننا نقوموا الاثر، ما يمكنش يكون غير قطاعي، انا اتحدث عن القطاع، ولكن كنظن المجهود الكبير اللي راه كيتعمل في الطرق في المسالك سيكون لها اكيد تاثير حتى على المدرسه وما يقع داخل المؤسسات التعليميه، حيت نوضعوا ثانويه في قلب واحد القريه في الباديه بداخلي فيها واحد مجموعه الاطر سيكون لها كذلك وقع على البعد الثقافي والتربوي. سمحتي لي الاستاذ بغيت نضيف واحد المساله باش بالاضافه للمناره، كاين البرنامج ديال تقليص الفوارق المجاليه في سنتين الحسيمه استفدت 115 مليون ديال الدرهم، واحد المجموعة المؤسسات الإعدادية الداخلية تدور الطالبة ستنضاف لهذا السرح، وتيبقى جا تعرف كلامك وأنا متفق معك وكل شيء يتفق معنا، هذه فقط ظروف الاشتغال، بنية تحتية أساسية باش يمكننا نشتغلوا مرتاحين ويمكن يكونوا أطور، ولكن تيبقى التحدي الكبير اللي عند جميع القطاعات وعلى رأسهم المدرسة، لأن أنا أعتبر المدرسة هي القلب ديال التنشئة الاجتماعية مع الأسرة، ما يقع لداخل داخل الفضاءات المدرسيه، مستوى التاطير اللي كيقوموا به الساده المديرين هنا بالخصوص في الحسيمه يعني متميز جدا، مستوى التاطير اللي كيقوموا به الاخوه والاخوات الاساتذه ومختلف المتدخلين اساسي، وما ننساوش واحد الشركه اللي كانت المدارس الجماعاتيه كتنجح وبعض المرات في بعض المناطق كتفشل، مستوى الشريك الاساسي، لان اول مستفيد كيف نقولوا هو اول شريك هم الاباء والامهات يقومون بواحد العمل جبار. هذه الرؤيه الاستراتيجيه ديال الوزاره اللي كتنزل على جميع الاقاليم وبالخصوص تعطينا اجابات على تنقيح البرامج.